أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: هيئة علماء المسلمين تحمل حكومة بغداد الحالية وأحزابها السياسية مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تجتاح محافظة البصرة. وفي المدى نطالع: مقتل وإصابة 24 شخصا بتفجير انتحاري في القائم. نقرأ في كتابات العراق: كلما ارتفع تصدير النفط كلما زادت البطالة. ونتصفح في الجزيرة: نتنياهو: دول بالمنطقة تهرول للتطبيع بشكل لم نتخيله نحن. وفي العرب الجديد: القمة التركية الروسية الإيرانية في طهران بدلا من تبريز. ونقرأ في القدس العربي: فورين بوليسي: ترامب قرر وقف تمويل الأونروا بشكل كامل. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: ترامب يحذر من قيام الديمقراطيين بتغييرات عنيفة إذا سيطروا على الكونغرس. أهلا بكم. في إحدى تجمعات المعارضة بعد 2003 التي كان المواطن يتوقع منها خيرا، خرج من بين الجمهور رجل مسن تمكن بالكاد من الوصول إلى إحدى الشخصيات المعارضة الشهيرة، ورغم تلكؤه في السير وارتعاش يديه أطلق صوته ليسمعه ذلك المعارض كما يوصفه، وقال له بعتب للمعارض الهمام ومشوب بالأمل: انتظرناكم طويلا. ويبدو أن هذه العبارة أنعشت غرور المعارض واكتسبت رضاه، فاتسعت ابتسامته الثعلبية ليقول العجوز الفقير: انتظرونا، سنمنحكم عراقا جديدا. قصته روتها عدوية الهلالي في مقال عن العراق الجديد بصحيفة المدى. فنحن نعيش اليوم في عراق جديد بكل المقاييس، عراق اختلطت فيه الأوراق وتشابكت فيه الرؤى وغابت الأحلام والآمال. ربما غاب عنه الرجل العجوز أيضا، فقد كان مسنا وفقيرا يبدو عليه المرض، ولا أظنه واصل الانتظار الذي طالبه به السيد المنقذ. لكنه وإن رحل فهناك ملايين من العراقيين ينتظرون، ربما كفوا عن الحلم بمستقبل مشرق واكتفوا بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث السياسية المضطربة أبدا والتنازعات المتواصلة، فما عادوا يحلمون إلا بالقليل، لقمة تسد جوعهم وسقف يأويهم ومصدر رزق يعينهم على الصمود مهما كان بسيطا أو مهينا أحيانا. وهذه أبسط حقوق ومتطلبات أي مواطن في أفقر دول العالم، لكننا نعيش في العراق، البلد الغني القوي بحضارته وكيانه وأبنائه، وكنا نتخيل أن الحكم الدكتاتوري وسنوات الطاغية أفقدتنا عراقنا، لذا كان لابد لنا أن نسترجعه بأن نساند من عادوا إليه من المنفى فاتحين محملين بالوعود للشعب المنتظر. ولم نجد ضيرا في ممارسة لعبة انتظار جديدة حين قالوا لنا انتظرونا، فالوعود دسمة والمستقبل يعد بالكثير. وتضيف الكاتبة: وانتظرنا وساندناهم ولوثنا أصابعنا باللون البنفسجي عدة مرات، وبعد كل مرة كنا نكتشف أننا لم نشاركهم في بناء العراق الذي وعدونا به، بل شاركناهم بيعه حين منحناهم المناصب. لا أحد يختلف بأن الأحزاب العراقية تستمد وجودها اليوم من خلال التثوير الطائفي وافتعال الأزمات المتتالية منذ عام 2003، وهو أكسجين وجودها المستمر بحسب مقال للكاتب ياس خضير البياتي في موقع كتاباته. ب
بدون شك فإن مأساة هذه الأحزاب افتقارها إلى الرؤية السياسية المستقبلية، ومشروعها كما يبدو هو امتلاك الحاضر بأي ثمن على حساب مستقبل العراق ووحدته، وتقديم مصالحها الذاتية وأجنداتها السياسية على مصالح العراق الوطنية، بدليل استثمارها لنوازع الشعب الدينية والطائفية، وعدم التركيز على برامجها السياسية التي تتجه إلى العموميات ولا تقدم حلولاً علمية واقعية للمشكلات العراقية. فلا تزال برامج الأحزاب الدينية تتأطر بالنمط التقليدي وتدغدغ غرائز الناس طائفياً لإنماء روح التعصب، لتعميق النزاعات الطائفية والقومية وجعلها في أعلى مستوياتها، وإحداث شرخ كبير في النسيج الاجتماعي والسياسي. ومن الغرابة أن تدعو هذه الأحزاب إلى الديمقراطية وتداول السلطة، وهي نفسها تمارس الديكتاتورية بين أعضائها، وما زال الكثير من رؤساء الأحزاب العراقية يحكمون أحزابهم منذ نصف قرن. فإذا كانت هذه الأحزاب تكرس لمفهوم الفرد الواحد والقائد الواحد، وتشيع ثقافة الولاء الطائفي أو القومي أو الديني بين أعضائها، فإنه لا يمكن للعراق أن يكون جديداً كما نريده. المشهد الحالي إذن ما زال غارقاً بالمأساة وبنهر فاجعة الموت والدمار، ما دام العراق ينتج وجوهاً سياسية كالحة وأحزاباً طائفية متخلفة وعملاء وظيفتهم خدمة الأجنبي. أما مستقبل العراق فهو مستقبل غامض يحتاج إلى رب رحيم لينقذه من محنته الأبدية. كثر الحديث أخيراً عن دوافع قرار هيئة ميليشيا الحشد الشعبي في 18 من أغسطس آب الجاري القاضي بمغادرة كل عناصرها من المدن وخصوصاً المناطق المحررة، وهو قرار لا قيمة له بحسب الكاتب عامر السامرائي في صحيفة العربي الجديد. تفيد المعلومات بأن قرار الانسحاب من المدن مطلب كردي أكثر من كونه مطلبا سنيا، وهو خطوة أولى من طلبات الكرد في إطار المفاوضات التي تجري الآن، وهي الانسحاب من المدن ومن ضمنها كركوك ومن ثم المناطق المتنازع عليها. وإن صحت هذه المعلومات فهذا يعني أنه انسحاب سياسي ومحاولة رخيصة لإثبات مصداقيتها والتزامها داخل أي اتفاق سياسي تتم بلورته مع الأطراف السياسية على حساب الوطن. تستحضر هذه السياسات العدائية التي تنتهجها تلك الميليشيات موقفا لها ينقض قرارها، حيث سبق لها أن رفضت خطة أقرها رئيس الوزراء حيدر العبادي بداية العام الجاري تقضي بإخلاء مقراتها داخل المناطق والأحياء السكنية والأسواق العامة وتسليمها للشرطة المحلية وقوات الجيش خلال أسبوعين. والحقيقة أن تلك الميليشيات تمارس بعد أن انتهت من جرائمها البشعة أنشطة مختلفة، منها عمليات اعتقال ودهم وتفتيش بدون مذكرات قضائية، كما يتهم قسم منها بممارسة عمليات ابتزاز وتلقي رشا مالية في مقابل تمرير مصالح المواطنين أو تمرير بضائع التجار إلى تلك المدن من خلال حواجز التفتيش التي تقيمها. خلاصة القول، زجت هيئة هذه الميليشيات أبناء الجنوب والفرات الأوسط في اقتتال مع أشقائهم في المناطق الغربية، مستغلة محاربة تنظيم داعش لتعميق الشرخ بين أبناء الوطن الواحد من جهة، ولتحقيق مكاسب سياسية تديم بقاها على الأرض ضمن خطة إيران الاستراتيجية في المنطقة الاستمرار في فرض هيمنتها على مفاصل الدولة العراقية. أعلنت هيئة الشفافية أن بعض الكتل الصغيرة والمتوسطة دخلت سوق بيع المناصب والعناوين الوظيفية، ونحن على أعتاب الدورة البرلمانية الرابعة. يقول الكاتب خليل إبراهيم العبيدي في موقع كتابات إن ما أعلنته هذه الهيئة ليس بالمستغرب أو خفي على أحد ما، ونحن مقبلون على تدوير ذات الوجوه الفاسدة والنتنة وتدوير ذات السياسات الفاشلة. نلوم كل من توجه للانتخابات وهو يعلم أن الوجوه ستعود وستعود معها ذات الأفعال، وأن الزمن سيتوقف من جديد
وأن العراق ستزداد أزماته، وها هم اليوم يتقاتلون على تشكيل الكتلة الأكبر لا لشيء إلا للفوز برئاسة الوزارة. أما أن يضمن أولئك السياسيون مستقبل الوطن قبل مستقبل العملية السياسية فهذا جهد مطروح بالدرجات الدنيا، وأن أبواب سوق التوزيع والتسويق للمناصب فقد بدأ منذ احتراق صناديق الاقتراع، فهذه الكتلة تريد هذه الوزارة، وتلك الكتلة تريد تسوية مسألة كركوك، وكتلة ثالثة تريد غلق قضية إرهابية، ورابعة تطلب 12 مليون دولار لهذا العنوان، وهكذا دواليك. لا أحد يعرف ما معنى البرنامج الحكومي أو أرقام التخصيصات لمعالجة الأزمات والبطالة، أو ما هو كاف لمعالجة أمراض السرطان، أو ما سيخصص لبناء المدارس. ويختتم الكاتب: هذه الدورة مثلها مثل الدورات السابقة، أو مثل كل الدورات ستتآكل الأعوام، ولا أحد ينتج ولا أحد يستثمر، بل الكل سيحصل على المال وببيع وشراء اللافتات والعناوين في سوق النخاسة السياسية الجديدة. أعان الله الناس، ولقد وقعت مجددا الفأس بالرأس. كان الأمريكيون قد توقعوا أن تتورط روسيا في سوريا كما فعلت في أفغانستان، لأن بولتون هو المسؤول الأول الذي قال صراحة أن روسيا غارقة في سوريا وأنها عاجزة عن إخراج إيران، أي أن إنقاذها لن يكون من دون تنازلات، والبداية بإخراج الإيرانيين. هكذا يرى الكاتب عبد الوهاب بدرخان في مقالة له بصحيفة الحياة. من شأن إيران أن تقرأ في البلبلة حول إدلب كما في الخلافات الأمريكية الروسية، وإنها مرفقة بتعزيز الاتصالات العسكرية والدبلوماسية تأجيلاً لبت مصير وجودها في سوريا. فلحظة إدلب ليست مناسبة للضغط على النظام أو على طهران كي يحسما أمرهما، خصوصاً أن التفويض لروسيا لا يبدو مشجعاً، بل أرفق بقرار بقاء القوات الأمريكية في سوريا لمواصلة الحرب على تنظيم داعش ولمراقبة الوجود الإيراني، أي أنه استعاد منح الضغط على موسكو التي جددت بدورها المطالبة بخروج كل القوات الأجنبية من سوريا، ما الذي يحول دون أن تحقق الخطط السياسية الروسية اختراقاً. أكثر ما افتقده بوتين دائماً هو الرفض الأمريكي الدخول في مساومة واسعة تشمل سوريا وغيرها، وإذلام باراك أوباما سابقاً فإنه يبرئ ترامب الآن ليلوم مؤسسات الحكم الأمريكي، وإذا ترك بوتين المساومة الكبرى جزئياً لينكب على الوضع السوري يجد أنه وحلفائه ليسوا قادرين على إنتاج حل حقيقي متكامل للأزمة. بوتين لم يولي أهمية إطلاقاً للترابط الزمني الضروري بين تقدم عسكري على الأرض وتقدم سياسي في بلورة حلول ومبادرات، ولا يزال يعمل بتوظيف السياسي الذي يجب أن يكون متوازناً ومنصفاً لمصلحة العسكري الذي يبقى بعيداً عن ضخ أي نوع من الاستقرار، سواء لتشجيع اللاجئين وعلى العودة أو لتحفيز الممولين على المساهمة في إعادة الإعمار. وبعيداً كل البعد عن السياسة، أثبتت التجارب العلمية والحياتية أن الحيوانات الأليفة جلكم الله مثل الكلاب والخيل معروفة بقدرتها على التعرف على عواطف الإنسان، بل وحتى التفاعل مع تعبيرات وجوهنا. لكن ماذا عن الحيوانات الأخرى؟
وهل عواطف التواصل قاصرة على هذه الحيوانات أم أن حيوانات المزرعة مثل الماعز تستطيع أيضا فهم تعبيرات الوجه؟ فقد أجرى فريق من الباحثين في سلوك الحيوان بجامعة كوين ماري البريطانية تجربة بسيطة على بعض الماعز لمعرفة ذلك عبر وضع صورتين لوجه شخص واحد على جدار أمام كل حيوان. الأولى أظهرت وجها سعيدا والثانية كانت لوجه غاضب، وتم تغيير الصور بحيث ترى كل ماعز أو ماعز مجموعة من الوجوه المختلفة، وسجل الفريق ردود فعل الحيوانات، وكشفت نتائج التجربة أن الماعز تميل إلى تجنب الوجوه الغاضبة والاقتراب من الوجوه السعيدة، وعندما وقفت أمام صورة الوجه السعيد بدأت تحقق فيها. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.